ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا القسم أراد أن يفسر التوحيد الذي ذكر لك في أول باب وجوب التوحيد، ثم بعد هذا فضل التوحيد، ثم تحقيق التوحيد والخوف من ضده والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ففي هذا الباب فسر التوحيد على ما تقدم معنا بضده، وذكر في هذا الباب قلنا أنواع الشرك الأكبر، من يذكرها لك؟ نعم، الأول الشرك في الدعاء، وتقدم معنا أن الدعاء إما دعاء عبادة ودعاء مسألة. القسم الثاني شرك في النية والإرادة والقصد، والثالث شرك في الطاعة، في المحبة، وفقه الله لما أحب، فتح الله عليك. طيب، وأخذنا أيضا ما يتعلق بالمحبة، وقلنا أقسام المحبة كم؟ نعم، محبة ثلاثة. محبة مع الله شرك أكبر. محبة في الله، محبة في الله أو لله من أوثق قرى الإيمان، للعمل والعامل وأزمنة وأمكنة. محبة طبيعية، محبة طبيعية جائزة لا يلام على العبد، بشرط لا تقدم على محبة الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب، شروط جواز الرقية، أو الرقية تنقسم، نعم، تنقسم إلى قسمين، رقية شرعية ورقية شركية. فالشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون الرقية من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته، يعني من باب الدعاء. القسم الثاني، الشرط الثاني أن تكون بكلام معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية، لأنه لا يوجد في الشرع رقية إلا باللغة العربية. وإن أراد الدعاء بغير اللغة العربية له ذلك، بشرط لا يغير الأسماء الحسنى، وإن غير فهذا نوع من أنواع الإلحاد. القسم الثالث، الشرط الثالث أن يعتقد أنها السبب. طيب، التمائم، اجلس، نعم، من القرآن. التمائم قلنا كلها من الشرك إلا إذا كانت من القرآن، ورجحنا تحريم التميمة إذا كانت من القرآن لأمور أربعة والله أعلم. الأول لدخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن رقاب التمائم، كراهة السلف، الكراهة عند السلف تحريم منه ابن مسعود رضي الله عنه، وفتح باب شر وامتهال للقرآن. نعم، طيب، هل يعذر المسلم بجهله أو لا؟ نعم، هذه المسألة قلنا قال عنها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فيها وجهان، أن فيها تفصيل. إذا كان مفرط هذا الجهل ناشئ عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضى التعلم فهذا لا يعذر، وإن كان هذا الجهل لم ينشأ لا عن تفريط ولا إهمال ولا قام المقتضى للتعلم فهذا يعلق، سواء كان في العقيدة أو في الفقه. طيب، فتح الله عليك. أخذنا أيضا أن الناس انقسموا تجاه الأخذ بالأسباب وتجاه الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام، سواء هذا أو هذا. نعم، في الاعتقاد في الأسباب انقسمون إلى ثلاثة أقسام، صحيح، وشرك أكبر وشرك أصغر، وهذا تقدم معنا في الأصول الثلاثة. وفي الأخذ ثلاثة أقسام إلى طرفين وسط. الوسط هم أهل السنة والجماعة، جعلنا الله منهم. وقسم ينكر الأسباب، هؤلاء الجبرية، يقول أن الإنسان لا قدرة له على الاختيار، مفهوم؟ أي نعم. والقسم الثاني خرافية وصوفية، قبورين وغيرهم. وأهل السنة توسطوا، لا يثبت من الأسباب إلا ما أثبت الله سبحانه وتعالى، إما حسنا أو شرعا، مع اعتقاد أن هذا السبب. طيب، فتح الله عليك. يقول إذا شك
في كفر أهل الكتاب أو توقف وتردد. نعم. إذا شك أو توقف أو تردد في كفرهم فهو كافر. فهو كافر. الدعاء على من تعلق وتره. لا يدعو عليه. لا يدعو على المعين. فماذا يصنع؟ يقرأ على الحديث أو يقرأ يلعن على وجه العموم أو يدعو على وجه العموم. وقلنا في لعن مثلا المرأة السافر المائل المميلة يلعن على وجه العموم يقول اللهم لعن كل سافر. نعم. أو يتلو على الحديث مثلا. طيب لعن المعين نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء. لماذا؟ لأنه قد يكون الإنسان في حالة استحق فيها اللعن ثم بعد هذا يتوب، كما في هؤلاء الذين في القصة دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الثلاثة أسلموا. فانظر قال إلى العداوة كيف تنقلب إلى ولاية. هل يصح لعن الكافر؟ نعم هؤلاء كفار، إنه لا يصح لعن الكافر. هل يصح لعن الكفار على وجه العموم؟ نعم. والدليل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، لعن الذين كفروا بني إسرائيل. طيب هل معنى هذا أننا يعني لا ندعو الكفار؟ ندعو، لكن بما ورد. هل ندعو عليهم بالهلاك؟ قلنا لا، لأنه هذا مخالف لما قدر الله سبحانه وتعالى، ومخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومجال الدعوة يعني ينقطع بهذا ولا يمكن. والرابع والله أعلم أن ما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه اقتلهم بددا، هذا كان في أناس ظلموا، ويصح الدعاء على الظالم بعيني ولا إشكال. أجلس. خاتم الدبلة يعني هذا الخاتم فيه يقول إذا كان من ذهب فهو محرم ولا شك، وإذا كان من فضة يصح لبس الخاتم العادي، هو يعني خاتم من فضة يصح، لكن هذا يسموه شو؟ اليونس. طيب هذا الخاتم في الأصل يذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن الواحد منهم قبل أن يضع الخاتم هو يعتقد هذه العقيدة، عقيدة التثليث، ثم بعد هذا يثبت هذه العقيدة. ومنهم من يقول أنه هنا أي في هذا الإصبع عرق متصل بالقلب، وهذا من أنا أدري أسألهم أنا ألبس، فيقول هذا عليه اعتبار إن لم يكن فيه تشبه قد يكون فيه نوع على اعتقاد أنه العلاقة بينهما وكذا. وإذا خلع الرجل الخاتم ظنت الزوجة أنه يعني قد طلقها وكذا. طيب ما حكم الاستغاثة بالمخلوق؟ نعم تجوز الاستغاثة بالمخلوق بأربعة شروط فيما يقدر عليه، بشروط أربعة. الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه يكون بأربعة شروط قلنا ب يصح. طيب ما حكم حضور أعياد الكفار؟ لا يجوز، محرم. عقيدة الولاء والبراء. عقيدة ولاء وبراء إشكال أكبر من محرم ولا يجوز. شرك أكبر. مشاركة هؤلاء في أعياد واحتفالاتهم، يذكر ابن القيم رحمه الله أن قد يكون هذا نوع من الشرك لكن الأصغر ليس الأكبر، لأن في إقرار لهؤلاء على ما هم عليه. الإشكال يحدثنا البعض يقول أن الإشكال أن الأصل في المسلمين أن يحتفلوا بعيد الأضحى وعيد الفطر، عيد أهل الإسلام، لكن تجد يقول مع مخالطة الكفار يعني لا يحتفل بهذا العيد. الاحتفال الشرعي لا أقصد يعني ارتكاب المنكرات وكذا، عيد أهل الإسلام. فأصبح البعض يعني ينسى عيد أهل الإسلام ويحتفل في أعياد الكفار، نسأل الله السلامة والعافية.
ما يذكر يعني هذه المسائل لابد أن توضح وتبين، لأن هذا ليس في إشكال. إنسان إذا رجع وجاء بالأدلة ووضح أقوال العلماء كما في يعني كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة وكذا، فهذه الأمور لابد أن تتضح وتعلم لنا، لأن هناك في هذا الباب يعني في التعامل مع الكفار إفراط وتفريط ولا نعرف الوسط صحيح، وهذا والله في إشكال. ولا بد أن تعلم على ما يعني تقدم معنا، لابد أن تعلم أمور. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. تنظر، قلنا لا يمكن أن تنظر إلى الكافر نظرة إعجاب وتقدير، ما يمكن يكون هذا. باب الدعوة أمر، وباب الإعجاب والافتخار بهم وما هم عليه وكذا هذا باب. فالنظر في هذه الأمور يحتاج إلى الرجوع إلى كتب العلماء. لو تقرأ مثلا في هذا الكتاب لابن القيم رحمه الله تقول يعني والله نحن في وادي، وهذا يعني ابن القيم ما يذكره في وادي آخر، يعني يذكر كيفية التعامل، إلقاء التحية، مشاركة في الأعياد، الإعجاب بهم، النظر إليهم، الكذا، المؤاكلة، الأكل والشرب والشراء وغير هذا. فهذه الأحكام الآن مثلا رجل يريد التجارة، فهذا ماذا عليه؟ عليه لزاما أن يتعلم أحكام التجارة. رجل يريد الحج والعمرة، لزاما عليه أن يتعلم هذه الأحكام. فأنت الآن في واقع لابد أن تتعلم هذه الأحكام، لأنه لو جاءك مثلا المسألة هذه قلنا إما إفراط أو تفريط، إما أن يكون من الخوارج ويقتل ويصنع ويصنع، أو يكون نسأل الله السلام العافية من الذين يخالطون ويعشرون وكذا. فالوسط هو طريقة أهل السنة، هذا أمر واضح يعني لا إشكال فيه ولا غبار فيه ولله الحمد. الكل يعني الأصل أن يسير على هذه الطريقة، طريقة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أي خيارا عدولا، لا إفراط ولا تفريط، بمعرفة الأحكام التي هذا. وإن يعني كتب الله سبحانه وتعالى سيكون لنا كلمة فيها إن شاء الله. تعليق الخرقة أو نعل أو إطار، إطارات السيارات أو رأس الثور أو يعني الدعاء. نعم، التعليق. التعليق شرك. التعليق الشركة وكله محرم. المعلق. المعلق في تفصيل. الله يفتح عليك. الأول. أول شرك أكبر. إذا اعتقد أنه مؤثر بذاته. شرك أصغر. إذا اعتقد أنه سبب. والصحيح. زينة قلنا هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يفتح باب الشر ومتشبه بالمشركين. الرابع جاهل يعلم. طيب، ما حكم التمسح بالحجر الأسود؟ يقول نعم، تمسح بالحجر الأسود. تمسح؟ نعم. تمسح هكذا يعني هكذا التمسح. هذا هذا شرك أصغر. شرك أصغر. لكن تقبيل الحجر، استلام الحجر على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبرك مشروع إذا نوى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب تفضل. أقسام التبرك. نعم، واحد منكم. نعم يا أخي. التبرك ينقسم إلى قسمين. إلى قسمين. تبرك ممنوع ومشروع. والمشروع إما يكون بأمر شرعي أو بأمر حسي، وإذا لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا ينتقل إلى التبرك الممنوع. الأصل في التبرك الممنوع، حكم التبرك الممنوع شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. أفرأيتم أي أخبروني ما شأن هذه الأصنام التي تعظمون وتذبحون لها وتزعمون لها بركات؟ اللات، رجل صالح كان يلت أي يفت السوير
أي شيء من التمر مع شيء من الدقيق والسمن ويطعم الحجاج. يرد السوق للحاج أو من الإلحاد في أسماء الله. سموا اللات من الإله والعزة من العزيز ومنا من اسم الله المنان. ويطلبوا منها من هذه الأصنام البركة. طيب، الاعتقاد في الصحابة رضو الله عليهم أننا نتوضع عنهم ونذكر محاسن القوم ونمسك عن الكلام فيهم أو السماع أو النظر في الكتب التي يعني فيها شيء عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم، والطعن فيهم وطعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. يقول النحر من أعظم العبادات البدنية، صح أو خطأ؟ نعم، بدنية ولا مالية؟ النحر عبادة مالية والصلاة عبادة بدنية. طيب، الأماكن المعدة لمحاربة الله وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجوز الصلاة فيها، حتى وإن كانت مساجد مثل مسجد ضرار. نعم، يبقى معنا إشكال هذا يورد البعض، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة في تفسير قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال أهل التفسير وخلق الإنسان ضعيفا أي في شأن النساء، في شأن النساء. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا قال عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أي في شأن النساء، إذا ذكر له هذا الباب يعني يكون ضعيف. فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الآن هذا يذكر شيخ الإسلام، يذكر يقول أن الإنسان إذا ذكر له طعام اشتهاه وتاقت إليه نفسه، فكيف بمن يذكر النساء وما عليه النساء وكذا؟ أحيانا بعض الناس، هذا كلام مني الآن، أحيانا بعض الناس يأتيك ويقول لك عندنا في منطقة كذا في ليلة كذا يوجد كذا وكذا 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 ويأتي كذا ويصنع كذا وكذا. أعوذ بالله. وهذا المسكين لا زوجة ولا شيء، فهذا في صورة إنكار المنكر هو يصنع دعاء للمنكر، فهذا قال أعوذ بالله. جزاك الله خير. في تلك الليلة وجدنا هذا هناك، من السبب؟ هذا في صورة إنكار المنكر. ولهذا يذكر شيخ الإسلام أنه أحيانا الوعاظ يذكر قصة في الوعظ أن فلان التقى بفلان وفلان لها وصف كذا وكذا وصنع كذا وكذا وكذا. هل يوجد هذا يعني بهذه الطريقة وعظ في الكتاب والسنة؟ لا. فمن لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ له، لأنه بهذا الأمور قد تثور الشهوة عند إنسان ولا يجد أن أطفئ الشهوة إلا في معصية. من السبب؟ السبب هذا الواعظ في صورة إنكار المنكر. طيب، لو جاءك إنسان وقال أريد أن أذهب إلى مكان كذا، تقول لا لا تذهب، ترى في مكان كذا في كذا وكذا وكذا وكذا، وخاصة في شارع كذا عند المكان كذا. جزاك الله خير، أنا ما أذهب. النفس ضعيف أخواننا، صحيح؟ في أحد يأمن على نفسه؟
ما ممكن. المعصوم العصم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فماذا تصنع مع هذا؟ تقول اسمع ما تذهب. قال لماذا؟ قال أنا لا أحب لك إلا ما أحب لنفسي والسلام. جاء إنسان إلى الشيخ وقال أريد أن أتزوج، هذا رجل مو أنا، أريد أن أتزوج بنت الجيران، ما تقول؟ قال والله هذه لا تصلح. قال لماذا؟ قال لو تأتي اليوم بعد العشاء تمشي معك، هل يصح هذا الكلام؟ ما يصح. فماذا يقول له؟ يقول اسمع أنا لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسي، لا تقرب هذا البيت. قال لماذا؟ قال ما عندي أكثر من هذا، يكفي هذا؟ يكفي. إخواننا إحنا تقدم معنا أمور يكون بها قطع هذه الأمور التي يعني يتعرض لها الشباب اليوم. من يذكرها لي؟ ذكرناها لكم، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يا أخي أوقف. الأول تقوى الله، الأول تقوى الله، اتق الله، وما يتق الله يجعل له مخرج يرزقه من حيث لا يحتسب. إن استطاع أن يتزوج تزوج، وإن لم يستطع قال فعليه بالصوم، معناه أنه لا يكثر من الأكل والشرب ولا النظر ولا الكلام ولا السماع ولا أتي الأماكن اللي فيها النساء وفيها منكرات واختلاط وكذا، ولا الأسواق ولا غيره. يخرج مثلا إذا أراد السوق يخرج في أوقات ليس فيها أحد، صحبة الصالحة، صحبة صاحب ساحب، وغض البصر، استعانة بالله، قراءة سورة يوسف عليه الصلاة والسلام مثلا، الدعاء وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نعم أملاء الفراغ، قلنا أنه لا ترجع إلى البيت إلا وأنت منهك متعب ولا تكون وحدك، وعدم الدخول على القنوات، أي قناة حتى الانترنت لا تدخل إلا في مكان قلنا تضع واضح يرى كل من في البيت، أو لا تدخل أصلا. فهذه الأمور بإذن الله تكون يعني إن شاء الله وقاية. أما الإنسان يذهب إلى الفتن وكذا وقال أنا يعني ما يحصل لي شيء، ما يمكن. طيب الآن نبدأ بإذن الله تعالى في القسم الثالث على ما قسمنا. من يذكر لي الأبواب؟ ما لله وإن عليه راجعون. بسم الله وانجاز أقرأ. بسم الله مقدمة. الله يوفقك. أريد الأبواب، الباب الآن الجديد. أيشركون؟ مكان وعبادة غير الله. أجلس. نعم أنت ذكرت قبل. اقرأ يا أخي وانجاز. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى. كان يقرأ الطالب على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الأصول من علم الأصول، الأصول من علم الأصول، الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالطالب جاء وقرأ قال الكلام كذا، قال استفتح. قال بسم الله والحمد لله الكلام. قال يا أخي هذا الكلام لمن؟ قال لكم يا شيخ. قال طيب، من الأمانة العلمية أن تعزو الكلام إلى قائل. قال طيب. قال الشيخ بن عثيمين الكلام. قال يا أخي صنع لك معروف. قال نعم. قال لابد أن تكافئه. قال كيف أكافئك يا شيخ؟ قال تدعو لي. قال بماذا أدعو لك؟ قال أدعو لي بالرحمة مثلا. قال كيف يا شيخ؟ أترحم عليك وأنت حي. قال يا صح الترحم على الحي وعلى الميت. فقرأ الطالب بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، فضحك الشيخ. احنا جئنا اخواننا هنا نتعلم، تعلم كيف تقرأ، كيف تسأل، كيف تجيب،
حتى بإذن الله إذا رجعت تعرف كيف تتعامل، لأنه أحيانا يعني يرجع الإنسان ولا يعرف كيف يتكلم وكيف يسمع، فلا إشكال نخطئ الشيخ ونرجع عليه، في إشكال؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا من أحسن ما يكون في التأليف، حتى في التبويب يقول: ما أريد أن أأتي بشيء من كلامي، يأتي ويبوب بالأدلة من الكتاب والسنة كما صنع السلف ومنه البخاري رحمه الله الجميع. باب أيشركون، هذا القسم هو القسم الثالث على ما قسم. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين في هذا القسم الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يسرد لك الأدلة على أن المستحق للعبادة هو الله، هذا قصده. فلو سئلت، لو سألك سائل قال: ما الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله؟ تقرأ عليه الأبواب الأربعة. الباب الأول بيّن فيه المؤلف رحمه الله تعالى بطلان عبادة الأصنام، وبطلان عبادة ما سوى الله، وبطلان